كيلومترين ونص طوله. كيلو وين وما تحس، هذا تحت الجبل ولا تحت البحيره؟ لا لا تحت الجبل هذا. هذه النهايه مالت اللقطه. هذا غير حاله بتحول له. رايحين لجورجيا، وقفنا السيارة شفنا الطبيعة حلوة، فقلنا أحسن شيء خلينا نتمشى حتى هم نصور هم نشوف الطبيعة هم نريح رجلينا. إذا تحبون تزورون جورجيا مع أراك للسياحة، عندنا جولة نسميها جولة الدولتان في يوم واحد، اللي هي تبدأ من يربان ونتوجه إلى جورجيا، نفتر في تبليسي ونرجع بنفس اليوم. إذا حبيتوا تساهمون بهالشكل جولات اتصلوا بآرارات السياحة على الرقم المنشور مع تقاريرنا. إلى اللقاء. دائما الشمس عليه. صباح الخير أصدقائنا الأعزاء، من الحدود الأرمينية والحدود الفاصلة بين أرمينيا وجورجيا، نرحب بكم. عبرنا الحدود الآن و سندخل الحدود الجورجية. اليوم بدأت جولتنا، جولة الدولتان في يوم واحد. اللي يحب يشارك في جولة يقدر يتصل بينا عبر رقمنا المنشور مع تقاريرنا. هذا خلفي هسه الحدود الأرمينية. كملنا التأشيرة، راح ندخل الحدود الجورجية وإن شاء الله ننقل لكم جهد الإمكان لقطات من جولتنا لهذا اليوم. طريق تشوف اللي ترجلوا هذول ناس عبروا الحدود الأرمينية، فحتى لا يصعدون بالباصات هم وحقائبهم يترجلون يروحون هاي الحدود الجورجية. هذا مقابلنا العلم الجورجي. باصات، هذه الاربع باصات اللي هسه كانت معانا يحملوهم من هناك، بعدين من هناك يحملوهم. هسه احنا على الحدود الجورجيه. اصدقائنا الاعزاء ننتظر اتصالاتكم، وهذا الخط القطار اللي يربط بين يريفان عاصمه ارمينيا وتبليسي عاصمه جورجيا. اجراءات بسيطه، كل ما هنالك الباسبورت مالك يكون معك اثناء الجوله. جولتنا تبدا الساعه 6 صباحا، والعوده من تبليس يكون تقريبا الساعه 6 عصرا. الان انهينا الاجراءات القانونيه، عبرنا الحدود والحمد لله والشكر. اذا مثل ما قلنا، اللي يحب يشارك او يسوي له زياره الى جورجيا في يوم واحد ويرجع ليريفان يقدر يتصل بينا عبر رقمنا الموجود مع تقريرنا. الكلام يخص الدول المسموحه تدخل جورجيا بدون فيزا او تاشيره او بفيزا. دول الامارات، سلطنه عمان، دوله قطر او البحرين. كرر، رقمنا موجود، اتصلوا بنا مسبقا حتى ندخلكم يا ضمن البرنامج الباكيج مالكم ونحدد يوم للزياره. التقيكم، كان معكم رايك دانيال من ارارات للسياحه.
اعتقد من خلال الفيديو واضح شلون الجو، جو ربيع والخضار منتشر بكل مكان، درجة الحرارة حلوة معتدلة. نحن الآن في وسط تبليسي متوجهين إلى التلفريك، إن شاء الله اليوم يحالف نحط ونصعد بالتلفريك ونصور لكم المدينة من فوق. الأجواء في تبليسي أيضا ربيعية وسواح بكثرة. طبعا استغرقت رحلتنا من يربان إلى هنا تقريبا 5 ساعات ونص اليوم، الحمد لله والشكر وصلنا سالمين. هذه هي المحطة الخاصة بالتلفريك. جسر الزجاجي في تبليسي. اخوان هذا شجرة تين ومحمل تين، هسه اقرب لكم اياه تشوفوه. طبعا هذا الشجرة طالعة من داخل الجدار، فانطونا رأيكم هل هذا منطقي ان شجرة تطلع من الجدار ولا زارعي وزارفين الجدار وطالع. هذه شجرة التين وهذا الجسر في تبليسي عاصمة جورجيا. هسه نشوف منا هذا الجسر النفق تحت الجسر، ومن فوق صورنا لكم اياه ماكو شيء.